أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. يقول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان لما خرج الكفار إلى بدر خرج ناصرا لهم ومعينا ومؤيدا وظهيرا، لكن هذا الشيطان ما أسرع ما يرتد على عقبيه إذا رأى جند الله عز وجل. ماذا يفعل الشيطان؟ يزين ويوسوس ويحسن القبيح. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعدهم ويمنيهم ويقول: تنتهي دعوة محمد ويبقى لكم الملك وتهابكم العرب ويحصل لكم الظفر وتغنمون ما بأيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من تزيين الشيطان لهؤلاء الكفار أعمالهم. قال: وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لن يغلبكم أحد، أنتم أقوى، أنتم أكثر عددا، أنتم أصحاب الشأن، تهابكم العرب منذ قديم الزمان وستبقى هيبتكم فيما تبقى، أنتم أصحاب البيت وخدام الحجيج، فسيأتي النصر لكم دون أحد سواكم. وإني جار لكم، أي أنا أجيركم من أن يصيبكم مكروه. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. لما التقى المؤمنون والكفار ورأى الملائكة قد نزلت لنصرة المؤمنين نكص على عقبيه، أي رجع هاربا بخزي وذل، نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. كان يرى الملائكة ويعلم أنه لا طاقة له بمقابلتهم. فالملائكة والشياطين عنصران متضادان، إذا حضر أحدهما غاب الآخر. إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله وقد كذب عدو الله. لو كان يخاف الله ما زين لهؤلاء الكفار أعمالهم ولا كفر بالله، ولكنه يفتري ويكذب، ومن يسير على نهجه أيضا يفتري ويكذب. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بعض المفسرين يرى أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، وأن هذا من عطف الصفة على الصفة، يعني يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، هذا هو المعنى المراد عندهم. والصحيح أن العطف يدل على التغاير، فالمنافق هو من كان قلبه قد امتلأ بالكفر وأظهر في جوارحه الإسلام، فهو يتظاهر بالإسلام وبطنه
أو باطنه قد امتلأ بالكفر، نسأل الله العافية، والتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني الذي في قلبه مرض، وهو من كان عنده ريبة، يرى دلائل الحق فيؤمن بها ثم يرى أشياء كثيرة توهن الحق في قلبه فيتبعها، وهؤلاء صنف معتبر ذكرهم الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، وذكرهم دال على أنهم صنف موجود ولا زالوا في أهل الإسلام. تجده يقرأ للمنافقين ولكثير من الكتاب والصحفيين من أعداء الإسلام، فهو يستسلم لما يقرأ ويتابعهم على ما يقولون، لكنه عنده بعض الشيء من الحق الذي يجعل له ارتباطا بالإسلام وبأهله، لكن عنده مرض، وهذا المرض قد تمكن منه وأصبح مؤذيا له، بمعنى أنه إذا جاءت بعض الحقائق التي تختلف فيها الماديات عن المغيبات تجده يميل إلى الماديات. فمثلا النصر الذي يأتي من عند الله للقلة المؤمنة لا يصدق به، يقول كيف ينتصر ناس ضعفاء أذلاء قليلي العدد والعدة على دولة قوية عاتية جبارة عندها عدد كثير وعتاد كبير؟ هذا لا يمكن في مقاييس العقل، وينسى أن القوة الحقيقية بيد الله جل جلاله. إذن فالذين في قلوبهم مرض هؤلاء صنف، من هم؟ قال بعض المفسرين إنهم قوم أسلموا بمكة فأخرجهم المشركون، لأن المشركين لما أرادوا أن يخرجوا إلى بدر أمروا أن يخرج كل قادر على القتال فأخرجوا جميع كرها، فلما رأى هؤلاء الضعفاء من المسلمين قلة المسلمين وكثرة الكافرين قالوا في حق المسلمين غر هؤلاء دينهم، لقد اغتر هؤلاء بما عندهم، يظنون أن المبادئ الصحيحة هي التي تنصر أصحابها، ما علموا أن هؤلاء أقوى وأشد وأعتى. فالله عز وجل قد ذكر حالهم وبين ما حصل منهم، وهذا رأيناه في مواقع كثيرة حصلت للأمة المسلمة في هذا الزمان. قبل عامين حضرنا وشهدتم جميعا ما حصل للمسلمين في غزة مع أعدائهم من اليهود، وكيف أن كثيرين ممن يتسمون بأسماء إسلامية كانوا يقولون سترون كيف تدك غزة على رؤوس أهلها، وكيف يخرج هؤلاء من جماعة حماس كالفئران يبحثون عن مأوى لهم، وكيف ستفعل إسرائيل بأعدائها. ثم انتهت المدة وهم يضربون ويحاربون وأوقفت الحرب من طرف واحد، سبحان الله، ما كان أحد من هؤلاء الشاكين والمرضى يتصور أن النتيجة تكون بهذه الصورة، وما تقدمت الدبابات الإسرائيلية في غزة ولا مترا واحدا، سبحان الله، أرعبهم الله، مع العلم أن هؤلاء المسلمين المحاصرين منذ 5 سنوات وهم في جوع وفقر وحال بئيس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، هذا هو سر النصر، هذه هي وصفة النصر العظيمة، التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، كما ذكر البقاعي مما ذكرناه في المجلس الأول أن مقصود هذه السورة التبرؤ من الحول والقوة والاستسلام لله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز قوي لا يغلبه أحد، ممتنع على من أراده أو أراد أولياءه بسوء، حكيم يضع النصر موضعه، وحكيم من حكمته جل وعلا أن يقدر المقادير التي تهيئ ما قدره لعباده من النصر، مثل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كيف لو رأيت
هؤلاء الملائكة وهم يقبضون أرواح هؤلاء الكفار، ماذا فعل الله بهم وماذا صنع بهم وكيف استقبلتهم هذه الملائكة وكيف انتزعت أرواحهم من أجسادهم؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم عندما يقبلون لحرب المؤمنين وأدبارهم عندما يفرون، فهم مع الملائكة في حرب عندما يقبلون وعندما يدبرون، ثم تنتزع الملائكة أرواحهم. ومن هو المتوفي هنا؟ هل هو ملك الموت أو الملائكة الذين هم مع ملك الموت؟ الظاهر من الآية أنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وإن كان قائدهم وسيدهم هو ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح، وليس له اسم في القرآن ولا في السنة إلا ملك الموت. وقد نسب التوفي في القرآن إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة، وليس في هذا تضارب بحمد الله، فهو منسوب إلى الله تقديرا وخلقا، الذي خلقه وقدره هو الله، ولا يكون شيء إلا منه وبأمره. وملك الموت هو الملك الموكل بهذا الأمر، والملائكة الذين يميتون أو يتوفون الذين كفروا هم الذين يقومون بهذا العمل ويتولون تنفيذه مع أفراد الناس. قال الله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق، أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذن أصابهم خزي في الدنيا وعذاب شديد بما حصل لهم من النكسة العظيمة والنكبة الكبيرة بالهزيمة في بدر، وأصابهم خزي عند التوفي عندما تنتزع الملائكة أرواحهم من أجسادهم، ثم هم بعد ذلك موعودون بالعذاب الحريق، أي بعذاب النار الذي يحرق فلا يبقي في أجسادهم شيئا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال ذلك بما قدمت أيديكم. هذا يا إخواني يبين لنا أن القرآن لا يذكر عقوبة أو جزاء لمؤمن ولا كافر حتى يبين السبب. القضية ليست عفوية أو عشوائية، لا يعاقب أحد إلا بذنب يقترفه، ولا يعطى أحد خيرا إلا وقد حصل منه من الاهتداء والإيمان ما يستحق بسببه ذلك الجزاء الطيب العظيم من ربنا الكريم. قال ذلك بما، أي بسبب الذي قدمت أيديهم، أو بما قدمت أيديهم، ما يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. بما قدمت أيديهم أي بالذي قدمت أيديهم أو بتقديم أيديهم، أي بما فعلوا وبما كسبوا. فالله لا يظلم أحدا ولا يمكن أن يوقع عقوبة بمخلوق إلا بكسب يده. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يظلم أحدا، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ولذلك من يقول من الناس الله يظلم من ظلمني، هذا مخطئ على الله، هذا قد وصف الله عز وجل بأقبح الصفات، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يستر عنه الظلم أصلا لكمال عدله جل جلاله. قال وأن الله ليس بظلام، الباء هذه يقول علماء صلة أو مؤكدة أو زائدة للتأكيد، لتأكيد نفي الظلم عن الله بجميع أشكاله وصوره. وأن الله ليس بظلام، لا يصدر منه ظلم أي ظلم. قال للعبيد، انظروا كيف جعل العبيد هنا غير مضافين إليه، ليدل على أن الظلم منفي عن الله في حق الخلق كلهم، المؤمن والكافر، البر والفاجر. ولم يقل وأن الله ليس بظلام لعبيده، ولا يضاف العباد إلى الله في القرآن إلا في موطن التشريف والتكريم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يذكر العبيد مضافين إلى الله عز وجل
في موطن التشريف، قال سبحان الذي أسرى بعبده فأضاف العبد إليه. لاحظوا لماذا؟ لأن عبوديته عبودية اختيار وليست عبودية اضطرار. أما إذا كانت عبودية العبد عبودية الاضطرار كعبودية الكافر وعبودية سائر الخلق، فإن الله يعبر عنهم بقوله للعبيد، قال وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب، الدأب هو العادة، أي هذه سنتنا وطريقتنا في من كذب واستكبر واستنكف، أننا نجعل لهم سنة وهي أن نعذبهم ونعاقبهم جزاء وفاقا. قال كعادتهم كذب هؤلاء كما كذب أولئك، فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك. ماذا فعل آل فرعون والذين من قبلهم؟ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي أخذهم بسبب ذنوبهم، ولم يأخذهم هكذا، لأن الله منزه عن الظلم كله، إن الله قوي شديد العقاب. لما ذكر الأخذ ذكر أنه متصف بالقوة، لأنه سبحانه وتعالى إذا أخذ 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 عزيز مقتدر، فالله يمهل ولا يهمل، وقوته جل جلاله لا حدود لها. إن كانت قوى العباد تحد فقوته سبحانه وتعالى مثله بلا حد، يعني ما تحد هذه القوة فيقال مثل كذا. جل جلاله عن النظير والشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، قوي شديد العقاب. قال الله جل وعلا ذلك، أي الأخذ والعذاب، بأن الله، أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، أي هذا الذي أنزلناه بهم عندما كفروا فأخذهم الله بذنوبهم، بسبب أن الله جل جلاله لا يمكن أن يغير نعمة أنعمها على عبد أو على قوم إلا إذا غير هو بنفسه، فإذا غير غير عليه، إذا بدل نعمة الله كفرا وأحل نفسه بمحل المشركين والكافرين فإن الله سبحانه وتعالى يغير عليه ويبدله بعد الأمن خوف وبعد رغد العيش ضيقا وفقرا إلى آخر ما هنالك. ذلك بأن الله لم يكن، لم يكن بمعنى لم يكن، لكن تحذف النون في مثل هذا الأسلوب تخفيفا، وإلا هي بمعنى لم يكن، وتأتي في صورة المضارع فقط، لم أكو ولم يكو، مغيرا نعمة أيا كانت، وهذا يدل على أن أي نعمة تتغير عليك أيها العبد فاعلم أنه بسبب من ذنبك، وأن هذا من كسبك. إذا كنت تحفظ القرآن فنسيت منه آية فاعلم أن ذلك بذنب أحدثته. إذا كان عندك مصدر من مصادر الرزق يكفيك أنت وأولادك فنقص هذا الرزق أو قل أو ذهب عليك فاعلم أنه بذنب أحدثته، فراجع نفسك، فمن تاب تاب الله عليه، ومن غير غير الله عليه، والتغيير يقع في جهتين، إن غيرت إلى سوء نزلت بك العقوبة، فإن غيرت إلى حسن نزل عليك الفضل والمنة من الله عز وجل. قال حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولاحظوا قوله يغيروا ما بأنفسهم، يدلنا على أن التغيير يبدأ أول ما يبدأ من داخل هذه النفوس، فإذا عادت القلوب إلى الله وآبت إليه واستشعرت ضعفها وذلها بين يديه واستشعرت جلال الله جل جلاله وحاجتها وافتقارها إلى باريها، فإن الله سبحانه وتعالى يغير ما بها فيردها إلى الأمر الذي كانت أو أحسن مما كانت. قال وأن الله سميع عليم، يعني ذلك الأخذ والعذاب
حصل لأن الله لا يغير حتى يغيروا، ولأن الله سميع يسمع كل ما يصدر منهم من أقوال، وعليم يعلم كل ما يحدث في أنفسهم من تغيير، فيغير بقدر ما يحصل منهم من ذلك التغيير. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى مرة أخرى فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. في الأولى كفروا بآيات الله، والكفر بمعنى الجحود، وقد جاءتهم آيات من عند الله عز وجل تدل على الحق الذي جاء به الأنبياء إليهم، كفروا بها، جحدوا وأعرضوا ولم يؤمنوا. ثم نزلت عليهم آيات من عند الله عز وجل عبر هؤلاء الأنبياء الذين ابتعثهم الله لهداية البشرية، فكذبوا بتلك الآيات أيضا ولم يؤمنوا بها، فالله عز وجل عاقبهم. إذن العقوبة تكون للكفر وتكون للتكذيب، تكون للكفر بمعنى جحود الحق، وتكون للتكذيب بالآيات النازلة على الأنبياء. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، يعني انظروا إلى مثل من أمثال ذلك الإهلاك الذي حصل لهذه الأمة وهو الغرق. هذه الأمة كانت قوية وكانت باطشة وكانت أمة ممتدة وملكها عريض وملكها أيضا ممتد. يقال إن الذين حكموا مصر أكثر من 30 أسرة فرعونية. فالحاصل هذا كله لم يدفع عنهم من عذاب الله شيئا. قال الله: وأغرقنا آل فرعون. بكل اختصار ماذا حصل؟ خرج موسى بأمر الله عز وجل ومعه بنو إسرائيل في الليل، فأمر فرعون بأن تجيش الجيوش وتجند الأجناد لملاحقة هؤلاء الذين سماهم شرذمة قليلون، ووعد بأنهم غالبون على هذه الشرذمة القليلين ولحق بهم. لما وصل موسى إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، بكل ثقة، لا بنفسه ولا بإمكاناته وقدراته ولكن بالله العلي العظيم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، هذا البحر الذي يحتوي على هذا الماء السائل الذي يخرج من مسامات الأشياء وقف جامدا لأمر الله عز وجل مثل الجبل. ما يقف كيف؟ نحن الآن لا نكاد نتصور أن ماء يقف، ولم يقل الله إنه تجمد، ما قال إنه تجمد حتى نتصور الحالة التي صار عليها البحر لنقول نعم تكون ثلج منع البحر من أن يعني يغرق موسى ومن معه. قال: فانفلق فكان كل فرق، أي كل جانب من الماء، كالطود، أي كالجبل. من يتصور منكم هذا الأمر؟ ما يقف كالجبل، يقف كالجبل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا فرعون وقومه. ومشى موسى في البحر، هل مشى في طين أو في وحل أو في مستنقعات؟ لا، اضرب لهم في البحر طريقا يبسا يابس، كأنه ما مر به ماء. بقدرة من يا إخواني؟ بقدرة الذي جعله يرطب الأشياء، سلب منه هذه الخاصية، جفت الأرض حتى أصبحت كأنها صحراء ما مر بها قطرة ماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي بقدرته تكون الأشياء، الذي يقول للشيء كن فيكون. قال: وأغرقنا آل فرعون. وكل من هؤلاء المعذبين الذين ذكرنا لكم حالهم في هذه الآية والتي قبلها كانوا ظالمين. ما منهم من أحد إلا وهو ظالم، وما عذبنا أحدا منهم إلا بظلمه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله عز وجل مبينا حالهم وأنهم في شر دركات الخليقة وفي أسوأ طبقاتها،
قال إن شر الدواب، أي شر من دب على هذه البسيطة، إن شر الدواب عند الله، أي في حكم الله عز وجل وليس في حكمكم أنتم أيها الناس، لأننا الآن نحن نرى أن خير الناس هم هؤلاء الغربيون الذين يصنعون الطائرات والقاذفات والراجمات والبارجات وغيرها ويفعلون الأفاعيل، ونرى أنهم صنف مميز من أنواع البشرية. هؤلاء الذين تجلونهم وتعزونهم وتقدرونهم وترفعونهم هم عند الله عز وجل شر شيء في هذا الكون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين جحدوا دين الله ولم يؤمنوا بالآيات التي أرسلت وبعثت وجاء بها الأنبياء، هؤلاء هم شر الخلق. فإن قلت كيف يكونون شر الخلق وهم في نعمة، وكيف يكونون شر الخلق وهم الآن يشار إليهم بالبنان، كيف يكونون شر الخلق وهم عقلاء؟ قلنا لو كانت لهم عقول لعرفوا الله، لو كانت لهم عقول لعرفوا لماذا خلقوا، ولعرفوا كيف يستعدوا للدار الباقية ولا يفنوا أعمارهم لأجل الدار الفانية. لو كانوا عقلاء حقا، نعم عندهم عقول، ولكنها عقول معيشية، عقول تعرف كيف تعيش على هذه الأرض فقط، لكن عقول تدرك أن الحقيقة التي خلق الناس لها هي عبادة الله، وأن هذه الدنيا فانية وذاهبة، وأنه لو لم تفنى الدنيا لرأينا نحن فناءنا قبلها. إذن نحن نوجد ثم نفنى لأي شيء؟ هل يمكن أن يكون هذا عبثا؟ هل يمكن أن يكون هذا جزافا؟ لا يمكن. أين هذه العقول؟ لم تهدي أصحابها إلى هذه الحقائق العظيمة التي يهتدي لها ضعفاء المؤمنين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل مبينا حالهم في أعمالهم بسبب كفرهم، تصدر منهم أمور كثيرة، منها نقضهم للعهود والمواثيق. فقال الله عز وجل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالدار الآخرة، فهم في كل مرة ينقضون العهود والمواثيق، ينقضون العهود والمواثيق. لماذا؟ لأن الذي يدعوك إلى الأخذ بالعهد والوفاء به هو خوفك من الله وإيمانك بأنك ستجازى على ذلك في الدار الآخرة، وهؤلاء لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، ولذلك من أعظم صفاتهم أنهم ينقضون العهود ولا يؤمنون بميثاق. ولذلك من اغتر من المؤمنين بمواثيق الكافرين واستسلم لها وظن أن هؤلاء الكافرين لا يمكن أن يحصل منهم نقض للعهود ولا نكث لها، قد علق نفسه بسراب. لا والله، سترون منهم ما يسوءكم إذا اعتمدتم عليهم، فكونوا يقظين، فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق. وقد ذكرت هذه الصفة يا إخواني في أوائل صفات الكفار في سورة البقرة، عندما قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، كذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. العجيب أننا نحذر ونذكر في القرآن من أوله وفي أوسطه بهذه الحقيقة العظيمة، ومع ذلك لا يزال المسلمون إذا ابتعدوا عن دينهم واغتروا بأعدائهم يثقون بمعسول كلام الكفار وبعهودهم ووعودهم، وليس وراء عهودهم ولا وعودهم إلا السراب والخداع. قال الذين عاهدت منهم، بعض العلماء يقول منهم هذه صلة يعني عاهدتهم، والذي يظهر أن منهم دالة على التبعيض، بمعنى أن شر الدواب الذين كفروا،
وشر هؤلاء الذين كفروا أولئك الذين يجترئون على العهود فينقضونها، يجترئون على العهود فينقضونها. وهذا بالمناسبة من عدل الله، فإنه لم يجعل الكفار شيئا واحدا، لأن من الكفار من هو صاحب وفاء، وإذا عاهد لم يغدر، كما قال الله في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما؟ قال: فاضحا إياهم وكاشفا أستارهم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأميون يعني من العرب، ليس علينا سبيل إذا خدعناهم أو يعني خناهم أو أخذنا أموالهم فلم نردها إليهم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون ماذا؟ قال بعض العلماء: لا يتقون نقض العهد، ما يبالون بنقض العهود، متى رأوا مصلحة لأنفسهم بأن ينقضوا العهد نقضوه. والآن هذا هو دين أمريكا، دين أمريكا هو المصلحة، ليس إلا مصالحها مقدمة على كل شيء. لو ضربت 1000 عهد وميثاق مع خصمها ثم بدت لها مصلحة في أن تلغي هذه العهود والمواثيق في ليلة ظلماء وفي ساعة من ليل أو نهار فعلت ولم تبالي. أو لا يتقون الله في نقض العهود، وكلاهما موجود عندهم. قال الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب، يعني فإن ظفرت بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم، يعني أثخن في قتالهم وقاتلهم قتالا شديدا حتى إذا سمع من خلفهم بما حدث لهم خاف وعلم أن هذا الصف المؤمن لا يمكن أن يتهاون في ملاقاته. قال: فإما تثقفنهم، أي تلقينهم أو تظفرن بهم في الحرب، فشرد، اجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم فيشرد منكم أيها المؤمنون، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم بيّن الله صفة أهل الإيمان، وهي الوفاء بالعهود وعدم نقضها إلا على علم. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. المؤمن ليس من صفاته الخيانة، لا يمكن أن يخون، ولذلك مهما خان أعداؤه ومهما كذبوا ونقضوا العهود والمواثيق فإنه لا يفعل ذلك. طيب، ماذا نفعل يا ربنا عندما نرى عدونا الذي بيننا وبينه عهد وميثاق يعد العدة الآن لحربنا وقتالنا، ماذا نفعل؟ قال: إذا خشيت أن هؤلاء القوم ينقضون العهد الذي بينك وبينهم فانبذ إليهم عهدهم، أي اطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء، لتكون بالعلم بنقض ذلك العهد على سواء أنت وهم. ما نأتي في ليلة ظلماء ونباغتهم وبيننا وبينهم عهد على ترك القتال، ما نأتي لذلك أبدا ولا نفعله، ولا يفعله أهل الإيمان، وإنما يقولون: يا جماعة أو يا هؤلاء أو أنتم يا آل كذا أو يا دولة كذا، العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، ترقبوا منا حربا، نحن لا يمكن أن نبقى على هذا العهد، ونحن نرى منكم ما يدل على أنكم لا يمكن أن تفوا بهذا العهد. قال الله عز وجل: وإما تخافن، قال العلماء الخوف هنا بمعنى العلم، يعني تعلمن من قوم خيانة كاستعدادا لقتالك وقتال أصحابك، فانبذ، أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، لتكون في العلم بالنقض أنت وإياهم سواء. إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كان من المسلمين فالله لا يحب الخيانة. فإن قال قائل: ما الفرق بين الخيانة والخديعة؟ قلنا: الخيانة هي نكث العهد،
أن يكون بينك وبين عدوك عهد فتخون. أما الخديعة فهي لا، استعمال الوسائل الخفية التي توصلك إلى مقصودك من عدوك. فأنت إذا كنت في الحرب وأردت أن توقع بعدوك فخدعته بأي صورة من صور الخديعة، هذا شيء مطلوب ومحبوب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، يعني الحرب حقيقتها في أن المقاتل يستطيع أن يخدع عدوه فيتمكن منه، لأني أنا وهو الآن يقاتل أحدنا الآخر. قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. لا يحسبن بعض من فلت منك يا محمد أو خانك فلم تتمكن منه في المعركة أنه قد فات من الله عز وجل، لا، إياهم أن يظنوا إن فاتوا منك واستطاعوا أن يفلتوا من قبضتك الآن فإنهم لن يفلتوا من قبضة الله، إما في الدنيا وهذا كثير، وإما في الآخرة وهذا محقق. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي هم لا يعجزون الله عز وجل، فكيف يقولون ذلك؟ قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعد العدة، ولاحظوا في كل مرة يعد الله بالنصر يبين ماذا يجب على المؤمنين حيال ذلك النصر، فإن النصر الذي يأتي من الله لا بد له من مؤمنين يتهيئون لقبوله. تجلس في بيتك لا تستعد ولا تقوي نفسك ولا تخطط ولا تفعل شيئا ثم تريد أن ينزل عليك النصر من السماء، لا، هذا لا يكون. نصر السماء ينزل بأسباب من الأرض، الأسباب هي الطاعة، التقوى، الإعداد، الاجتماع، عدم التنازع، الصبر، الثبات، ذكر الله كثيرا، كل هذه أسباب تهيئ لنصر السماء أن ينزل وأن يحل. قال الله عز وجل: وأعدوا، وجاء الأمر هنا بلفظ الجماعة، لماذا؟ ليبين أن الإعداد ليس مطلوبا من الحكومة أو من الدولة أو من الحاكم أو من الرسول أو من القائد، بل هو مطلوب منا جميعا، نعد أنفسنا بجميع أنواع العدة: قوة البدنية، قوة في السلاح، قوة في العلم، قوة في التخطيط، قوة في الإدارة، القوة في ضبط الأمور، القوة في ضبط الأموال ومحاربة الفساد. أعدوا لهم، أي لأجل هؤلاء الكفار، ما استطعتم، كل ما تستطيعون. ولاحظوا ما قال: أعدوا لهم كل قوة. لماذا؟ الآن ليس بأيدينا يا إخواني فيما يظهر أن نعد مثلا قنابل نيتروجينية ولا قنابل نووية، قد لا يكون هذا في وسعنا وقدرتنا، لأنه يحتاج إلى إعدادات وإمكانات بيننا وبينها سنين من العلم والتجارب وإلى آخره. الله عز وجل لم يأمرنا بأن نعد كل قوة، وإنما أمرنا أن نعد ماذا؟ ما نستطيع. في مستطاعك، كل ما تستطيعه، هذا الذي يطلبه منك ربك ويأمرك به، وما زاد على ذلك فإن الله عز وجل لا يكلفك إياه. وهذا ما فعله إخواننا في غزة قبل سنتين، صاروا يقاتلون اليهود الذين عندهم المركافة وعندهم الصواريخ والراجمات وعابرات القارات وغيرها من أنواع الأسلحة المخيفة والمهولة، صاروا يقاتلونهم بصواريخ يا إخواني تمشي كيلو وكيلوين وثلاثة، في آخر الأيام استطاعوا يصنعون صاروخا يمشي 40 كيلو، فأحدث الرعب الهائل في نفوس اليهود وأوقفوا الحرب من طرفهم ولم يوقفها إخواننا المسلمون بحمد الله. انظروا، طيب لو نظرت إلى موازين القوى لا مقارنة، إذا ما الذي فعله هؤلاء حتى ينزل الله عليهم هذا الثبات وينصرهم في هذه المعركة؟ أنهم أعدوا ما استطاعوا، قاموا بالذي يجب عليهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة من للعموم، الاستغراق
في الدلالة على أن القوة بجميع أنواعها مطلوبة، أي قوة تكون. بالله عليك لو كانت أن تفعل بيدك هكذا 5 مرات وتقدر على هذا افعله، لأن هذا مما أمرك الله عز وجل أن تعده من القوة المطلوبة للنصر على الأعداء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى القوة بالعناية هو الرمي، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأثبتت البحوث العسكرية والتجارب والخبرات أن النصر والقوة الحقيقية إنما هي في وسائل الرمي. وإلى اليوم انظروا مثلا الذي عنده طائرات يستطيع أن يرمي بها يهيمن على أرض المعركة أكثر من الذي ليس عنده طائرات، وهكذا. قال: ومن رباط الخيل، أي ومن ربط الخيل. بيّن هنا أن القوة ليست قوة في أبدانكم، بل حتى أيضا في أموالكم وعتادكم. فأعدوا الأسلحة وما تقاتلون به الأعداء أعدوها لأعدائكم. ونص على الخيل لأنه أفضل سلاح يكون في مواجهة العدو. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: ترهبون به، إعدادكم للقوة وإعدادكم للعتاد الحربي لأجل إرهاب العدو وليس لأجل إرهاب الدول المجاورة أو إرهاب الشعوب المسكينة المقهورة، إنما لإرهاب الأعداء. ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقدم عدو الله على أعدائنا لأننا خلقنا في الأصل لعبادة الله ونشر دين الله والذب عن حياض الدين. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لم تحصل بينكم وبينهم عداوة، لكنهم يسمعون ويعرفون ويرون ماذا يحدث بينكم وبين أعدائكم، فهم يتربصون. إن غلبتم كانوا شرا عليكم، وإن غلبكم أعداء وإن غلبتم خافوا منكم وكفوا عن أذاكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال الله عز وجل مبينا أن من أعظم ما تحصل به القوة ويحصل به ربط الخيل هو الإنفاق. ولذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في 6 مواطن في القرآن، ولم يقدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في موطن واحد، في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لماذا؟ لأن جهاد المال مستطاع ومقدور عليه من أكثر الناس. المرأة كيف تجاهد؟ ما تستطيع تجاهد بدنها، إذن تجاهد بمالها. والثاني لأن جهاد المال هو الذي بالفعل يؤثر في إعداد المؤمنين وفي تقوية جانبهم. والثالث لأن المال إذا اشترك فيه الناس وتوزع عليهم حصلت القوة والتفاعل من سائر المؤمنين. قال: وما تنفقوا من شيء، ولاحظوا جاء بمن الدالة على الاستغراق أيضا، أي شيء، حتى لو تصدق الإنسان بدرهم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. وما تنفقوا من شيء، أي أي شيء مهما تناهى في الصغر، وهذه نكرة ومؤكدة بقوله من، للدلالة على أن أي شيء ينفق فإنه سيوفى للإنسان أعظم توفية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك بها في الجنة 700 ناقة مخطومة. قال: وما تنفق من شيء في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الاسم إذا ورد في القرآن دل على الجهاد، وهو عرف قرآني يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولن تظلموا شيئا من أعمالكم، فالله يوفيها لكم ويزيدكم من واسع فضله. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.